متواجدين اليوم في منطقة مرسين التابع لمدينة طرابزون، نستعرض لكم شقة غرفتين وصالة مساحة 130 متر مربع، إطلالة على البحر مباشرة، والشقة أصلا صفر على البحر. تعالوا على أرض الواقع نشوف تفاصيل الشقة والإطلالات الجميلة، تفضلوا معنا. وصلنا الدور الرابع، شقة غرفتين وصالة مساحة 130 متر مربع. يسارنا على طول عندنا دورة المياه الأولى، وأنتم بكرامة. عندنا هنا انترفون اللي يخدم الشقة، يميننا نتوجه إلى الصالة. مساحة الصالة تقريبا نقدر نقول 3×5 أو 3×4.5 مساحة الصالة. موجود تدفئة مركزية في كل غرفة، وأيضا المكيفات الموجودة في كل غرفة والصالة أيضا. نتوجه إلى التراس، تفضلوا معنا. البلكونة هذه أو التراس مشترك بين الصالة والمطبخ وغرفة النوم الرئيسية، وعندنا أيضا مغسلة يخدم المنطقة اللي نقعد فيها، يعني مثلا نغسل نشوي نسوي، مغسلة موجودة. إطلالة التراس إطلالة بحرية وشيء رائع ما شاء الله تبارك الله، إطلالة مميزة. ما ننسى أيضا أنه موجود عندنا جسر مشاة، الجسر هذا نقدر نتنقل فيه إلى الطرف الثاني على الشاطئ، وأيضا جامع وسوبر ماركت وفرن، يعني المنطقة مخدومة بكل الخدمات. نطلع من التراس نكمل تفاصيل باقي الشقة، تفضلوا معنا. زي ما قلت لكم من الصالة نجي هنا على المطبخ. قبل المطبخ عندنا هنا يسارنا دورة المياه الثانية، الحمام الثاني، وانتم بكرامة. يعني في الشقة موجود ثلاث دورات مياه، دورتين مياه هنا، وعندنا دورة المياه الخاصة بغرفة النوم الرئيسية. المطبخ بجوار الصالة، كمساحة للمطبخ مساحة جيدة، دواليب راكبة وجاهزة، بالإضافة إلى عندنا مخرج آخر من المطبخ إلى التراس، وإطلالة المطبخ أيضا إطلالة بحرية. مقابلنا المنطقة اللي أنا فيها منطقة الكوريدور موزع للغرف. نجي هنا يميننا غرفة النوم الرئيسية. غرفة النوم الرئيسية لها حمام خاص فيها، حمام صغير بس يعتبر كمروش فقط. أما كمساحة غرفة النوم نقدر نحط هنا سرير ودولاب، وأيضا مخرج للتراس اللي شرحناه سابقا من جهة الصالة، أن التراس هذا مشترك بين المطبخ والصالة وغرفة النوم الرئيسية، والمكيفات موجودة في كل الغرف ما ننساها. بجوار الغرفة هذه غرفة النوم الرئيسية عندنا غرفة صغيرة نقدر نستخدمها كغرفة أولاد، نقدر نحط فيها سرير ودولاب يعني للأطفال. بجوارها في بلكونة خلفية، البلكونة هذه إطلالتها على الطبيعة من الخلف، كمساحة البلكونة جيدة، أما إطلالتها الرائعة على الطبيعة شيء جميل ورائع. استمتعوا بهذه الإطلالة الجميلة. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. الأسعار والتفاصيل موجود تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.